السلام عليكم ورحمة الله. معرض أوتوتيك هو معرض بيقام بشكل سنوي في مصر، ويهم أي واحد عنده سيارة، سواء كانت السيارة مستعملة أو السيارة جديدة، لأن المعرض ده معني بتقديم خدمات ما بعد البيع للسيارة. بمعنى قطع غيار هتلاقي فيه، اكسسوارات هتلاقي، اضافات هتلاقي، اختراعات هتلاقي، لان المعرض بيكون فيه عشرات الشركات من كل دول العالم، وكل شركة بتعرض افضل ما لديها واحدث ما لديها. المعرض السنة دي هيكون موجود في ارض المعارض في مدينة نصر في وسط البلد، وهسيب لكم اللوكيشن تحت الفيديو. هيكون في الفترة من الحد 15/10 للتلات 17/10، وان شاء الله هكون موجود في المعرض يوم الاثنين 16/10 والتلات 17/10. هكون موجود في جناح شركة اوتو بيرفورمانس، هكون موجود معاهم اغلب اليوم. هو المعرض مواعيده من 10 الصبح ل 7 مساء، انا هكون موجود يعني ان شاء الله كده من 1 الظهر ل 7 مساء. طبعا الدخول مجانا لاي حد. هكون سعيد جدا ان انا اقابلكم، ان انا اشوف الناس اللي بتكتب لي تعليقات على الفيديو، عايز اشوفها وجها لوجه، نتكلم مع بعض، ناخد وندي مع بعض. لو حد عنده اقتراحات يقول لي عليها، لو حد عنده اي افكار اركز على ايه الفترة الجاية اسمع له. هكون سعيد بكم جدا هناك، تشرفوني في اي وقت. زي ما قلت هكون موجود من 1 الظهر لحد 7 مساء في جناح اوتو بيرفورمانس. مستنيكم على خير باذن الله.